الله يصلحني ويهديني يا ابو عادي، الله يصلحني ويهديني. الصغير بيضل صغير. ليش لك اخي؟ الله يصلحنا جميعا. اي والله الله يصلحنا جميعا. يا سيدي اللي ما بيسمع كلمه الكبير بتروح عليه، واللي ما بيسمع كلمه ابوه وامه كمان بتروح عليه. انا كثير بنسال اسئله بنحرج ما بعرف جاوب عليها. ليش؟ لانه بزمانه ابي الله يرحم روحه ويرحم روح ابوه كمان وجدي كانوا يقولوا لي لك تعال روح معنا لعنا على حكواتي، منه بتسمع قصه بتسليك ومنه بتسمع معلومه بتفيدك لكبرتك. قل له لا ابي لا الله يوفقك والله بدي نام. يقول لي روح روح عند فيس. بقى الله يصلحنا. لانه ليش انا هلا هيك؟ الله وكيلك وكيل السماء والارض، بقعد قدام العالم مثل الاطرش بالزفه، بيسالوني اسئله ما بعرف جاوب عليها. بقى بدي اطلب منك شغله والله خجلان. لا لا يا ابو سعيد، انت بدك تخجل مني بعد كل هالصحبه وهالجيره والرفقه؟ بدك تخجل مني؟ طلب عمي طلب، طلب ولا يهمك وانا في داك. لك شو اطلب ما اطلب؟ لا يروح كلامك البعيد، الله يخلي لي اياه. انا بدي اسالك سؤال. تفضل. ايمتى الناس اول مره صامت فيها؟ انا بعرف برمضان المسلمين صاموا اول يوم رمضان، بس قبل رمضان ايمتى صامت الناس؟ اخي ابو سعيد، الصيام من يوم ما الله خلق الدنيا وخلق الانسان بهالدنيا الصيام موجود. اللهم صل على النبي. يعني انا من يوم ما كان عمري 10 12 سنه كنت روح على المضافه لعند جدي، كانت تنتلي هالمضافه بالعالم من بعد صلاه المغرب لصلاه العشاء، واللي ما بيعرف يسال اللي بيعرف، واللي بيعرف شيء يقوله. مره يا سيدي ونحن قاعدين سمعت جدي عم بيقول انه اول واحد بهالدنيا صام هو سيدنا ادم عليه السلام. ايوه. ايمتى صام؟ يوم اللي الله سبحانه وتعالى نصحه انه ما ياكل من الشجره. وتاني واحد صام هو سيدنا نوح، يوم اللي الله سبحانه وتعالى نجاه من الطوفان هو واللي معه بالسفينه. ايوه. اما صيام المسلمين يا سيدي فكان اجى يوم التنين بالسنة الثانية للهجرة. يوم شو؟ التنين بالسنة الثانية جاي معروفة معروفة. ويا سيدي اجا بمربعانية الصيف، فمنشان هيك سموه رمضان. رمضان يعني من الرمض، والرمض هو الحرارة الشديدة الشوب يعني. ايوه. يا سلام يا سلام عليك يا ابو عادل، نيالك والله بعزك. لك الله يجزيك الخير، لك الله يجزيك الخير بالفعل. لكل مقام مقال. شلوني معاك؟ لك احلى مقال. لك هالقعده هي مو احلى من قعده القهاوي ولعب الشده والطاوله؟ اي والله الحق معك، بس قعده على الناشف يعني مو كويسه، يعني نشف رينا. بدنا كاسه شاي، شو بك لك سعيد؟ لك من عيني هي قبل هي، واحلى ابريق شاي كمان مع عطره. مع عطره؟ شو جاب العطره لبالك هلا سيد راسي؟ هذا يا سيدي من فتره نزلت على البزوريه قمت شميت ريحتها للعطرة. بقى تذكرت الله يرحم روح ابوك وابي وجدك وجدي، ويرحم روح يلي ماتوا كلياتهم. امين يا رب. وقت كنا نروح على القهوه ونسمع الحكواتي، انا كنت قايل لك انه ما روح، بس يعني احيانا يعملوا لك شاي بالعطرة. يا سلام ما اطيبها. يقدر من اللي خلقك. ذكرتني وبدكت روح انا وياك ونشرب نفس كاسه الشاي. لك دخيلة الضحكة. يلا لو ما عمل لك كاسة شاي بتبل الريدة. إن شاء الله بتقبر قلبي. الله يجزيك الخير. اصحى يا نايم، وحد الدايم، ابو كامل قوم على سحورك، اجا رمضان يزورك. وحدوه.
حميد اهلين وسهلين بالشباب. ايه عمي ابو قاسم، هي الكتاب مشان تكملنا الحكايه. لك اهلين بابو صافي، بس خلونا نشرب كاس الشاي. ايه شبنا شاي على ما هات بتكمل بعدين الشاي. هلا انت احكي لنا القصه ونحن بنشرب الشاي. ابو العزله حقني من الصبح وبده يسمع الحكايه. لك تكرم وعينتينكم، لك تكرم عينتينك حبيباتي. نعم. على عيني حبيباتي، انا راح اقرا لكم الحكايه من عند ذبح العصفور. ليش مات العصفور يا جماعة؟ لك شبنا يا زلمة، لك شبنا. أبو كرمو وين بيكون عقلك لما بيحكي الحكاية؟ اسمع يا اسمعوا. نعم. قال إيه سيدي، إجا يوم قام أبون ذبح العصفور وعطى الولد الأولاني قلب العصفور والولد الثاني حوصلة العصفور والولد الثالث راس العصفور. قاموا الأولاد وأكلوهم. الولد الثاني اللي أكل الحوصلة لقى تاني يوم تحت المخدة كيس فيه 500 قرش. شو لقى؟ كيس فيه 500 قرش. بوقتها كانت ليرة الذهب ب112 قرش. كانت ب112 قرش. الأب كان متزوج على زوجته، وهالزوجة كانت تحب هالصبي بس من شان المصاري. قام عدت الكيس لقت فيه 500 قرش. ايوه هدول حكيت لنا يوم باري. لك إيه، مع ما اقول لك بدي اقرا من شان تستمتعوا بالحكايه، لانه وراها شيء. اسمعوا بس انتو. نعم. عم لقيت بالكيس 500 قرش، وتاني يوم لقيت كمان بالكيس 500 قرش. الله اكبر. قالت له لك شو هاد، لك شو هاد يا منظور، ها شو صار الشجره؟ قالوا شجره صرنا عند الكيس. ابو كرمو خليني اكمل الحكايه من شان الله. ها لك شو بنا. ايه ايه سيدي صح صحيح. ايه سيدي، ام علا مثل مالك شايفه، هالزوجة كانت بتحب عبد اسود. هون بيت الاصيل. عبد اسود هذا النوع الاول من النسوان. ها العبد كان ابن حرام متنور وبيعرف، وضل يجي لعنده واخدت وش عليه وحكت له القصة. قام قال له اجاكن عصفور؟ ها معقول اجاكن عصفور؟ شو عرفوه؟ شو عرفوه؟ انا بدي العصفور. لك شو عرفني؟ عم اقول لك كان متنور وبيعرف. شبنا أيوة. اسمعوا انتو ابو صافي، هلا الشجره بدها العصفور ولا العصفور بدها الشجره؟ لك عم اقول لك العبد الاسود بده العصفور. ما لك معنى بنوب انت. تفضل ابو العز، ما بدي كملها. روي 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 خلص كرمو. يلا واخدت وش عليه وحكت له القصة. قام قال له اجاكن عصفور؟ انا بدي العصفور. شي انا بدي اربح الولد. يخرب بيت. انا بدي اربح الولاد الثلاثة حتى اخذ القلب والحوصلة والرأس. نعم شو طماع. شو بده ياخذ؟ القلب والحوصلة والحوصلة والراس. مين هدول اللي بدهم ياخذوا الروس؟ وما بعرف هدول. لك عم نقول لك العبد الاسود ابو كرمو. لك والله الحكايه حلوه. لك شبنا اسمع معنا. بس اسمع كرمو لا تقطعنا. شبنا ايه سيدي اسمع. نعم. ابو صافي اسمع. نعم. انت الثاني. ها قول ايه سيدي. وصار يجيب لون اكل. ايوه شو صار يجيب لون اكل؟ اكل نعم. ايوه اللي أكل القلب قال زوجة أبونا عشقاني على أبونا. يا لطيف يا لطيف. هلا حبكيت. وبدها تروحنا من شان العبد. يخرب بيته. العبد بده يسممنا بهالأكل يا شباب. الأكل مسمومة، خلونا نعطي الأكل للكلب. قام الكلب أكل من هالأكل وقلب وفطس. أيوة. شو صار بالكلب؟ أنا أبو فطيس. وباليوم الثالث هالعبد بيجيب لهم تياب، قال إذا لبسوا هالتياب بيعرقوا وبيموتوا. يا
يا لطيف يا لطيف. شو رح يصير فيهم؟ بيعرقوا بيموتوا. ابو صافي مين بده يموت هلا بيناتو؟ لا عم يقول لك اذا جاب لهم الاواعي هذول لبسوه بيموتوا اذا لبسوه. خليه يكمل ابو صافي. بدك تضل ترد عليه؟ شو بدي اعمل اللي فهمه؟ لا خلونا خلصونا شو بكون؟ خلونا نخلص الحكايه. عجزنا ها ابو كرمو. قام الولد اللي اكل القلب قال جايب لنا تياب بدي لبس هالتياب للعبد اللي عنا شو رايكم؟ ايوه. قام العبد لما لبس هالتياب مات. يا لطيف شو صار فيه؟ شو صار فيه؟ مات. اجى المساء يا شباب وقالت زوجة ابوهم لهالعبد لك ما مشي الحال، لك ما مشي الحال، لك شو نعمل؟ لك شو نعمل؟ ها؟ قام تشاوروا مع بعض على دبح الأولاد. شو هالحكيات؟ على شو تشاوروا حبيباتي؟ دبح الأولاد. على دبح الأولاد وسنة السكي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أيوة أيوة. قال الولد اللي أكل القلب أيوة. اليوم أمنا بدها تذبحنا، خلونا نهرب يا شباب أحسن إلنا. ابري عليه لك. والولاد هربوا لبلد بتقيمن وبلد بتحطن لحتى نزلوا بخان. وبيوم من الأيام أهل البلد كان بدهن ينصبوا ملك عليهم. حلو. واللي بيهدي الطير على راسه هو يلي راح يصير الملك. أيوة. يا سلام يا سلام. قام الطير حام وحام وحام وهدى على راس اللي أكل الرأس. أيوة. هلا هلا هيك. وين هدى؟ على اللي أكل الرأس. أيوة. هدى على راس اللي أكل الرأس. اللي أكل رأس العصفور. نعم. أيوة. اللي أكل رأس العصفور. قام قالوا له لا 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 أبدا أبدا هذا ما بيصير، هذا الشخص غريب ولا يمكن يصير ملك علينا، نحن ما بنقبل. نعم. بعدين شو صار؟ وبعدين بكره مكملكم الحكايه. طيب والمخده والعصفور شو صار فيهم يا جماعه؟ لقنوا عصفور ما قال لك ابوهم للاولاد ذبحوا العصفور ووزعوا. ما فهمان شيء. حمامات يعني؟ ابو كرمو راسك بيضلوا يابس ما في فخشه. ابو كرمو بالليل بيصيب له. هو معك ابو كرمو عزبالي يلا. الله يسلم هالتم. الله يسلمك فودك يا ابو صافي. يلا انا السلام عليكم رايح شغلي. الله معك. الله معك ابو العز. لكان لنقوم ونسحر هالعالم هاي. يا الله لا تنسوا بكره تجوا مشان نكمل الحكايه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه